جامد. لا ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوة. اهلا استاذ جداوي. لا 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 اهلا، ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاع سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن. اتفضل اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ، اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكان. اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجه، اصل دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيده زينب، شلاه ام هاشم. شلاه ام هاشم، انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، في روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة إلا بالله. 6، يبقى احنا قلنا كده جماعه، يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده، يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يا مين. انا عندي عيلين خربين بيتي. راجع احنا كمان دول 40 40. ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ انا مش ساجن الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الواد عدي يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. ايوه والله يا جداوي 3,000 جنيه، وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نعم تمام. انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عندي فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله، كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ 50,000 50,000 بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك
الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرطه، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، ما فيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحتوا هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربية الأستاذ عدي الجديدة وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا أصله كان عايز يركب عربية 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان أم حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وأم ولدته هناك. رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا. قول له هلا زبالة هلا زبالة. الرئيس صدام حسين قول له هلا زبالة هلا زبالة. عملنا شوية فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن. امها الله يرحمها جت والدتها هناك. سميتها علياء. الملكه علياء اضطرت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه. انت بطاطه انت بطاطه. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعه سعادتك ما هشكته كله بطاطه كله بطاطه. والمسائل ماشيه معانا ايه فله. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانه بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاتي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه. ايه ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور. فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. ما انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. انا من بكره هعتصم لهم في الكليه، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. اه فعلا لازم كلنا نعتصم. هي مش الدكتوره هتعتصم برضو؟ اه انا هعتصم معاكم. دكتوره ايه دي يا عدي؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن يعني ايه؟ يعني حضاره. حضاره. حضاره فعلا. انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفيه حضاريه ممتازه. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضاريه حقيقه يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه يعني. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد امل الساعه على شعرها.
تهدى وتبقى زي الغريبة. أنا بديك صورة بس يعني، زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقة ويجيلك رعشة، أروح حضنك على طول وأقعد أملس على شعرك، هتلاقي نفسك زي الغريبة بالظبط. أه داي بديك صورة يعني مش بابا مش يلا يا ابني بكلم الدكتورة بتاعتك هي أختك هتطير. سوري دكتور مايكل، You don't have the right to speak to her that way, even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down, please. We are not here to fight. We are here to discuss. هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان عليها أبا. أمال ما سمعتش أنا هما بيقولوا عليها؟ ولا هي أختك ليها اسم تاني بالإنجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! أنت بتقول نقول ايه؟ أنت مالك أنت؟ لما الدكتورة جان بتعبكوا دي كانت متجوزة مين؟ اتجوزت إيهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليلة. لا بابا ما تعرفش إيهاب ودي المايسترو الكبير بتاع الأوبرا. ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. أيوه. ده ليه مقطوعات معروفة جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ إيهاب ودي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت تاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. لو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعه. ده عارفه بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر. هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات. حزين عليه يعني. لا هو مات راخر. نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي. عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه الدكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي، انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله يعني. انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين واغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ جرايه يا اخ محمود، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتاله دي، نفضي نفضي انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. جراك كاتبه لي انا شيخ منصر وحرامي يا حسن. انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعدوا. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان دي اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمع يا اولاد ابوك زي الفل، انا صخ سليم، انا احط صباعي في عين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه. يلا اسكنوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعة ناقص، انا صوت الجامعة كمان.
ما اي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجه معاه ورقه وقلم يقعد يقطع فيا. حسن انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن. يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه. ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن. البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده. برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره. من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. ايتها الجماهير العريضه، ايتها الجماهير العريضه، لقد رشحت نفسي من اجلكم انتم ايها الجماهير العريضه. لماذا جئت؟ انني ارى جحافل امامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من اجل مصر وليس من اجل مرجان. وإننا اعاهدكم من الان ان لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، اربع اوض وصاله فوق وحمامين، وتحت في اوضه للداده، وامام الفيلا في حمام سباحه. من حقكم ان كل مواطن حمام سباحه قدام الفيلا، غير الجنينه اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري. في جنينه ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم انكم تاكلوا كنتالوب. ايها طلبه حافل العظيمه، ارجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من اجل مصر، من اجل مصر. يا حسن فين الدايرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما بقوش ليه؟ ده اصل انا واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جيهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا أنا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج إن شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني. هو قايل لي أنا هجيب صحابه بتوع الجامعة وييجوا. شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليا الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جيهان مراد؟ ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايح عند جيهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شيهان. بابا ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شيهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنه اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش. يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره؟ بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا اخ عدي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلكوا سودا النهارده، يلا. يا استاذ مرجان. ايوه. لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال. من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام. يا سلام. وانا بخليك انت في حالك، انا هفوقلك بعدين. يلا انت وهي، يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي. يلا. يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي. انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شيهان. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا ناس عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات. ما تسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره.
وحصد 22600 صوت. ازاي يا تزوير؟ الانتخابات دي مزورة. شوف الوادي. يا محسن بيه احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن بيه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعفوا البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصادروا تلاقي اللي بره. كده برضه يا حبيبي يا هاشم. يا حبيبي بقول لك يا محسن بيه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهورة؟ مش قوي. عمل كليب واحد اتعرض مرة وتشال. تشال ليه؟ اسمه كان خارج شوية. خارج أكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز أعمل لها شريط. شريط واحد؟ نعمل لها شريط، نجح. نعمل لها التاني. انا اللواء شديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه في مصيبه بره. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين. ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شويه. علينا مبلغ لا يذكر، حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج. يا فرج، هات الجسترينج بتاعتك. جسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاع في حتة حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. ها هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم، عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. ده اتفضل اتفضل جهزنا خلاص؟ تمام تمام. اتفضل على الباشا. اتفضل اتفضل.
شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارساً على القصر بكافة محتوياته واعتباره أميناً عليه. وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا دياببي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. وأديكوا اتحفظت على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. أنتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%. هتسدد البنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نقصر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعاده تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 يا شيخنا، الحقيقه احنا عندنا كل حاجه. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب. ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. يا ام ابراهيم. ايه ام احمد معاكي؟ موجوده اهي يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعت مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا اصل النهارده اصل نص يوم، فبنشتغل يعني بنشتغل بنص القوه بس. يعني شويه شغل كده. يلا يلا. ايوه شويه شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني صلاه النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان شويه نار حلوين. ايوه بس 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 كويس قوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجه زي كده. ده بقى يا باشا ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله. بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان. ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الأوسط. الحقيقة احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لأن اتضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوية. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان الدخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية. دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله سحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي. مليانة كيوي تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تجي صور يا فندم. تجي صور بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية. ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي.
ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم، في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوة يا فندم. بتفضلك معزة صغيرة ها؟ تحطها باكج ويروح للاولاد عند الباشا في البيت. ها؟ اولاد مين؟ اولاد مين؟ والبطه، هات بطه قسمها وتوديها للاخوه في البيت. ها؟ قطع البطه كده حتت حتت بس حتت تكون كويسه وتوديها للبشوات في البيت. يلا انت وهو من هنا. مين دول يا مؤسس؟ مش عارف. احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ انت بعد كده في ايه؟ هات سكينك. انت عارف انا مين؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامل ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع. ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم. اشعه اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني التكبير بتاعك. يعني عايزين دي بقى تبقى كلها كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. ماشي. لا حول ولا قوة. استشهد ولا شهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدك. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا الزيارة ممنوعة الحقيقة يعني. طب 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 استنى 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 استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل بستين نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجاه كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شويه، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حاب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريك يا ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو الشريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. ها الواد ده لازم تبقى خروف. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوي يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي. ده ثلاثة بالله العظيم هرجع من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. Thank you.
كثيرا من هذه النهايه. شكرا جزيلا. دي ضربه معلم يا محسن باشا، دي معجزه. بشرفي انت ساحر، ايه اللي حصل ده؟ لهجه البنك اتغيرت خالص. جابي لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المده. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف حلو. بوبوس. نعم؟ بوبوس. دي نظريه اقتصاديه جديده؟ دي نظريه بوبوس لجدوله الديون المتعثره وتوفيق الاوضاع. دي نظريه امريكيه؟ لا دي مصريه 100%. على فكره يا باشا انا كده متفائل قوي. متفائل بايه؟ احنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزياده كمان. اهم دول كبار رجال اعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لينا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك، غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي، دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن، دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدولوا لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ حاجة طلعت يا ثروت، بنت اتحرم، خسرنا كل حاجة، بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت. طب يا ثروت اجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد، عم جيد على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيسلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو يا حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشواتفي؟ لينا عنده 9 مليون وكسور. رحت له، عنده زهايمر. أول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمة؟ افتكرنا أمه. طب بس 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 عطية أبو سريع. مين عطية أبو سريع؟ عطية أبو سريع بتاع الأدوات الصحية. أو ده بقى لينا عنده كاش يعدي 7 مليون. ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. مو هاشري بس حبيت جس نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureux. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci. Ah oui, tfaddal. كل يوم يعدي عليا أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاك. بعد الشر عليكي يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها.
كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره، أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلم. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل، يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم، لما تتفعص يحط صباعه في بقه، يعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع، لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي في غير ما جنتي طلع ذوق، مات بدري. الحمد لله. راجعه هنا تشربي؟ سيل فو بلي رأفت، كابوتشينو سان سكر. مهجة هانم؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الأسود بتاعي عشان أنا حزينة. ربنا يجعلها آخر الأحزان، أوكي؟ ماشي. على فكرة لطفي ألماس بقى هلكني، هيموت عليكي كل يوم مهجة مهجة مهجة. بليز بقى هني عليه شوية. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه، والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كلية ديامون يجنن يجنن. سينيه بالجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني. انا بكن له كل احترام. يا دكتا ودلع، يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك. في القعزة؟ لا، في الكاسيت. شيل ده بسرعة. حضرتك راح فين يا راجل؟ رب ارحمني فإني خاطي، رب ارحمني فإني خاطي. يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم، والحزانة أعزيهم، والذين في الشدائد يا رب أعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عملي يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها، فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي، فقد زنى بها. تفوق الليالي، تفوق الليالي. كبرت يا جرجس، يلا خلص لمعتك عشان انا حطيت لك عيني على واحده، لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحده زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاته. رئيس السويد. ايه مالها، في حاجه؟ لا مفيش، اصلها رفيعه شويه. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس، ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعة بتتقن والتخينة بترفع والحلوة بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبة هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حولة شوية. العجيبة يا اخي، انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الايام وبالعشرة، العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها، مناخيرها طويلة. وتحط مناخيرك على مناخيرها. الله، مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومه فيل. بس مع الايام والمحبه. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ صباح الخير.
السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عاوز الحاجات اللي في الورقه دي. اخ يا الله. اختشي يا عبد الهادي تهد. الله، جوزة الطيب وحجر النار دي خامس جوازه يا عبد الهادي. الله، مش احسن ما امشي في الطريق البطال؟ والعروسه بقى عندها كام سنه ان شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن إليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان ايه؟ عشان العزة بتاعك، ما هو بالطريقة دي الخارجة بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمة يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ أخوك أسامة فين؟ والله ما أعرف يا محسن بيه، احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه، بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه هنديها له. حاضر يا باشا. حاضر، اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب. مؤتمرات إيه بس يعني؟ مؤتمرات إيه؟ إحنا لو قعدنا 100 سنة في البلد دي مش هناخد حقان. ما ها لا عارفين نبني كنيسة ولا حتى نصلح ضوء مية في كنيسة من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنة. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدولة؟ طب قولي، في كم وزير مسيحي في الحكومة؟ بس بوس وأحضان وقرارات ومؤتمرات، واللي في القلب في القلب يا كنيسة. مضطهدين؟ مضطهدين إيه يا شيخ جاد؟ ده إحنا اللي مضطهدين. ده إحنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسة، وتلات أرباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانة ما بيشتغلوهاش. على رأيك، مديرين بنوك ورؤساء مجالس إدارات شركات استثمارية الكبيرة كلهم مسيحيين. أي والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ ايوه صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازه، عيدنا مش اجازه، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. لقد حثنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا حي الهلال مع الصليب، يا حي الهلال مع الصليب، يا حي الهلال مع الصليب، يا حي الهلال مع الصليب. والآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. نحن نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة وتحبين متآلفين مسيحيين ومسلمين. إن البذرة التي في الأرض والتي تطرح ثمراً طيباً نأكله لا تعلم أكانت اليد التي غرستها يد مسيحية أم يد مسلمة،
إن بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يحيى الهلال مع الصليب! يحيى الهلال مع الصليب! يحيى الهلال مع الصليب! يحيى الهلال مع الصليب! ايه اللي انت قلته ده يا بابا؟ تاني احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت؟ ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، انا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا بابا. يلا بينا. يلا. بقى لله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الكبار. كان المرحوم أخوك بالنسبة لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن إليه. ما عشان تجوز عليه الرحمة لازم تواصل الجهاد اللي بدأه الشيخ أسامة وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وأعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، أنا ما أحبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود. هي دي برضو فيها حب ومحبش؟ بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها، وأنا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجة وحشة في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده. كويس، اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم، احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود؟ نسافر نسافر امريكا يا بولس. انا مش قادره اتملك اعصابي. ده لو عيل ضرب بومبه في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني. باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجة. ربنا حمينا يا ويليام. متشكر أخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا، وهنخلص من جانيت بنت ويليام شحاتة. عايزين تسيبوا مصر؟
العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، وما احنا نسيب مصر. مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك؟ بولس مين؟ ابدا يا استاذ بولس، انا لواء مختار سالم من امن الدوله. اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح العراق وهو المشاكل هناك سنه وشيعه، واحنا بره الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقه بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفتي ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف زمان هم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديده، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبلنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حمايه الرب. مش مصلي مين سعادتك سيادتك في زي اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين انت؟ اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي واللي فندي يحسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده، انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. ما حدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس، دي فتره مؤقته. انت شخصيه معروفه واخفائك شيء صعب جدا، يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه. ولو اتضايقت هناك احنا مسحبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطره. قال لي يا بلاد الشيخ حسن حاجة يسكن عندك، قلت له على راسي من فوق وما سابنيش طول الليل عمال يوصيني عليك. الظاهر الحاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران، حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. ابني جرجس. عماد، عماد، عماد بولس ال عماد حسن العطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا، يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكوا وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيكوا، يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك، وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب على اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جامع يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. الاسطور يا ساتر، لمؤاخذه يا شيخ حسن، حاجة كده يعني على مقاسه.
الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضى ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جرى له إيه؟ لا ده عنده مروحة أصلا. مروحة؟ أيوه. طب لا لازم نرقيه. لا 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 لا, لا 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 انا عارف افواه اروم. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. سلام عليكم. مع السلامه يا شيخ بلال. مع السلامه. قوم قوم يا جرجس. الراجل ماشي. قوم انت. هتفضل كل صلاه تجيلك المروحه دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متاكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمح وعينيه بينط منها النور. الا هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله. ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه سارق. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. يا مولانا انا اسف، والله ما هو ذنبي يا مولانا، انما الاخوه في المسجد. في انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان. ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكم بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكم فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت، الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست عليا؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخص ثروتك مشوه صورتك شوية. طيب نقوم نصدق الكلام ده ولا نكذبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزورة. طيب ما هو الشجرة المتزهزهة الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة. ايوة. بص يا بابا هقول حضرتك على حاجة بصراحة، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤية وعنده بصيرة وعنده ثقافة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتورة جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتورة جيهان. أنا اشتري 20 زي الدكتورة جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن إذنك. تعال هنا رايح فين؟ أنا لسه ما خلصتش كلامي، ولما أتكلم تقف تسمعوني للآخر. حاضر، اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي خمس دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طولي؟ ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتناسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي.
الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعض 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وأديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونو؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونه وحساب السحره بقى عندي. الكتاب طلع من المطبعه يا باشا، طباعه زي الفل، هتلاقي كمان في الظهر نبذه مختصره كده عن تاريخك واعمالك. اعمل ايه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه، العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده سعادتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده سعادتك. لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الأستاذ ممدوح نصر. مين؟ الأستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره. شارب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيدي الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فأغضب. أيوة حسن. شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة، لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه، دوقي دوقي يا حاجه، دوق يا معلم، دوق 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 ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟
الواد اللي بيشتري العيش ومودي لأمه بياكله قبل ما يروح بيتهم، أمه تسأله يقول لها مليان مسامير ومليان إزاز. يا جماعة هي دي المشكلة. الإخوة الأعضاء الأيام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب، دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. امال هو بيقولك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. انت بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاي منين؟ مش جاي من الشعب المصري؟ ورايحة للشعب المصري. نيجي بقى للإخوة اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقسام البوليس. أنا هقول لكم على حاجة حصلت معايا أنا شخصيا. أحد العمال اللي عندي قفشوه في لجنة ودوه القسم. بعد يومين ثلاثة قلت أروح أخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل وعاملين له طرطة وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل قسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انت بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي إشاعات مغرضة. أنا جايب لحضراتكم نموذج لفرخة شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم. فرخة هي بس مجهدة شوية، إنما الفرخة قدام حضراتكم اهي زي الفل. معاد الوزير والله هو كل قطر هيولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوا وتريحوا نفسيكم، انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطراء نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا فندم. يا سلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله يا ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي؟ العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادره اوصف لك قد ايه كنت فخوره وانت بتاخد الجايزه. بس برضه يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخه. وبعدين يعني انا عايزه نسخه تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخه اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت. اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب ما فيش طبعه تانية؟
مع العمالة الطبعة التانية قبل الأولانية، والاتنين نفذوا برضو الحمد لله. أنا بس يعني عايز أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي، أنت تعرفها؟ آه بروح هناك كتير أحضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايز أقول لك إن إحنا محضرين لك مفاجأة. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث. دي مهزله. ايوه أنا عايزك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. أقول رأيي فيها يا دكتورة، الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية. وبعدين من مرجان ده؟ ها؟ أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان أحمد مرجان. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان، صاحب ديوان أبيع نفسي، والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، ومعنا أيضا لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم، أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية، والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية ما حدش يقول الرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر ان انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطان انا دخلتك مكان زي ده. خلاص توش فقر. واني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. بسرعة بلطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب، الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. تفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان، تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ بكام؟ بكام؟
الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الاستاذ عدي والانسه علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ ما اعرفش يا بيه. لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ ايوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش عارفهم من حاجه ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرجان. امال حكايه ايه؟ الثقافه، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب انا كده بقى، واذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا استاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وانت زي ما انت واقف محلك سر. الفلسفه دي تقوليها عندك في الجامعه هناك؟ انا ما تقليش الكلام ده. انت بتكلميني وكاني راجل فاشل. فكر ايه وثقافه ايه؟ بص يا دكتوره، انا مشاريعي ماليه البلد وبتشغل ناس وفاتحه بيوت. التخت اللي انتوا علينا عليها في الجامعه دي انا اللي موردها للجامعه. كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان المالي. لما عرفوا انك انت نازل عندي ومشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جيت المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخد المسجد معانا نرقيه وهيخف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس. المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية؟ رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتك كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحية حرام. رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلاقة اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول إيه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبه اضربوهن، لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر، الله اكبر يا شيخ حسن، الله اكبر يا شيخ حسن، الفتوى دي
فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز والعين بصيرة والإيد قصيرة، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى لا، دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دولي يا غلبانة يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رعاك مولانا ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروته وانت خارجه في قعد. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمنا يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه سبعه. سبعة؟ امال بشوفها يرد ازاي؟ دخت مخليتي يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاترة والشيوخ والأولية، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجة؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله أكبر، صلاة النبي أحسن. ارفع أنا خلفه يا عم، ارفع البتاعة دي عني. أنا خلفه إيه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ارفع البتاعة دي. واحد واحد. أنا يا عم ابعد البتاعة دي عني. أنا خلف واحد واحد. واحد واحد، ما ينفعش الرجال اللي انتوا عاملينها دي. يا جماعة اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجلة دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انتوا طلع له دول. يا عم الحاج الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الولية مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فوات. يعني هي الوزة والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمرة 18. ان شاء الله يا شيخ حسن انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمة اهل البلد. الدورة اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنة دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايلة، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثة. قوم. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. انت حسن عطار؟ ايوه. فاضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضره الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا جريه ام عماد. الله، عماد عماد، انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال، انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. احنا
بتعملوه ده مش كويس علشانكم. كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك. انت المسؤول. وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم ييجوا؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار. احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. انا عايز لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك اكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الاول تعرف احنا جايبينك هنا ليه. انا ما عملتش حاجه يا حضر الضابط. اذا كنت فاكر ان اللي عملته في اسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. اسيوط ايه علاقتك بتنظيم القاعده؟ القاعده ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، انا راجل مؤمن بالمناقشه بالحوار، واسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوه. انما لو حسيت ان اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق واساليب تخليك تعترف بكل حاجه. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، ايه اللي حصل؟ انا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما هي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها؟ أيوه. مين؟ حسن العطار؟ حسن العطار مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. انا اللي بعتته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه ايوه ايوه. ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر اصبحت منطقه ارهاب دوليه بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زياده عن اللزوم. انا بكلم سيادتك من المديريه، بعمل ايه في المديريه؟ اصلهم عرفوا اللي انا بشتغل مع القاعده. تنظيم القاعده؟ فعلا يا فندم، تفجير القنابل في الاماكن الحيويه دي ده اسلوب القاعده. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ انا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. ايوه يا فندم. هل اعلنت اي جهه مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، انما اكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ ايوه ايوه انا معاك يا فندم. اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، ظهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم. 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 يا اخواننا يا اخواننا، من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه. وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم. حكومه
وجودنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا. انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديريه؟ دول هتفوا ضد الحكومه وعايزيننا بامام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاته. هو ما فيش غير ويليام شحاته اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاته؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي. ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجه من الاول للاخر. انا ما قلتش حاجه، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا متلدة. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟ يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت ويليام شحاتة. صحيح، جانيت بنت ويليام شحاتة. أمورة خالص. نعم، ده المني أرحم. طب تعالى تعالى ما تخافش، يلا. أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك، أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. أهلاً أهلاً أهلاً، شرفتم ونورتم. أهلاً 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 وسهلاً، أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريزا. اهلا يا ست زينات. ازيك يا مات؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يعني؟ دول سكان بودات في العماره، وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهيه، واوعى حد من العماره يعرف حاجه، ارجوك. ما تخافش ما تخافش يا اخ بولس. اتفضل يا كركر، اتفضل. تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصة سعيدة يا أستاذ حسن. أنا مرقص عبد الشهيد، لو وصلت أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا يحافظ عليك يا أستاذ مرقص. نورت العمارة يا أستاذ حسن. منورة بأهلها يا أستاذ مرقص. اتفضل. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. ما يصحش، اتفضل. يلا يا حاج حسن. أصل ما يصحش نسيب الراجل. أنتوا هتقعدوا تتعازموا على بعض ولا إيه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل. أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحه ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكره يا جرجس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا اقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله. واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بقى انا علي راجل طيب ومتدين يا استاذ بولس. ده من ساعه ما سكن هنا
لا شفناه دخل كنيسة لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا وليام. كلم الكنيسة يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعية ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنة، ووقع بيته وجي يستجد بيه هو ومراته وابنه. أنا مهجة النشار، حرم المرحوم عطية أبو سريع. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات، بقى في حياتك يا مدام اجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا علي، شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 لا، اجمدي امال، اجمدي يا مدام، اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطية. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطية كالرجولة، كالرجولة طول عمره كان يحب الضحك والفرفشة. والله بس شهادة لله كان ذوق حلو، وكان يحب يمتع نفسه، وكأنه حبيبي كان حاسس انه ماشي حبيبي. والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه، قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي، بدلعه طاطا. اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميح لان انا محسن. قولي ازيك يا محسن. محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت، طاطا راح، طاطا جيت، كانت فواح اللي انت بنتك وحل. يا حبيبي يا هاشم. قهوه قهوه قهوه. ولا بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، عشان دي الظاهر انها ليله حلوه، ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عزم من عطيه، انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه الحمد لله. احسن نفسي قوي. لا 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 لا، انا عايزك تبقي مؤمنه كده، لازم تكوني مؤمنه. لا لا لا، انت بتعذبيني كده، انت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنه بس بس حبيبي يا حبيبي يا هاشم. مشبره يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزه؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير.
والله زي الفراشة، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ يا طيب الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عزه غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه، الثانوية بتاعته النهاردة. ميت من سنة. ميت من سنة؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجة. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامة. مع الف سلامة. مع السلامة. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي بونوي. رافع عينيا يا باشا، هات لي بقى ازازه ثانيه عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها عينيا يا باشا. والنبي يا باشا، سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجي لي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. ها؟ احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشرب الكوبايه دي عشان يبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده. ولا ده عايز ايه؟ شوية بقى باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونية مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت، أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وأنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة مع صفارة بقى كده على مزاجك. ها يا سلام يا باشا، كبري الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع قوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم، أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزة أفرط فيها. أوكي يا محسن بيه، صدقني أنا أول مرة أعرف إن المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل، سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. آه طب والفلوس؟ فلوس إيه؟ 7 مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضه ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شوي. اصبر اصبر اصبر، وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يا محمد؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر، اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعته لي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا، انجر. ايه في الباب يا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ اه. سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطية الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركة عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحة ولا حد انت عامل ميحة، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البيت اللي جنبي.
انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ اه ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها؟ انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوسي وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفرقت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي لطفي لا 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 لا، تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوه هنا، في بلوه. تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع، لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس استنى. طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا، وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه، بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. أنا باشا مش مصدق نفسي. أنا بتكلم مع سيادتك. أنا مرة شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا. وأنت بتحكي عن قصة كفاحك وإزاي بدأت من الصفر ووصلت بقيت أهم رجل أعمال في مصر. بص بص يا رافت. أيوة يا باشا. أهم حاجة في رجل الأعمال إنه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك أنت أخويا. عنك أنت. أيوة. عارف راجل اعمال لما جيله فرصه لازم يتبت فيها، يمسك فيها بارد، ما يسيبهاش. ما يسيبهاش ابدا. يا سلام. مش نوم ولا حاجة عشان متهيألي. بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش على حد يجي ولا حاجة. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. اه. لطفي استنى يا لطفي يا رب. هي دي بقى الطاهرة الشريفة استهانم؟ ها؟
يا لطفي، دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله، ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله مهجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ انا بقى متاكده ان مفيش اي راجل في حياتها. وانا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها لقيها بنت لا ارجوك ما تقولهاش، بليز ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك ايه يا مدام؟ ده احنا الاثنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعضه. ما تقولهاش بليز يا لطفي، ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي اوضة المرحومة يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رافض، أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه؟ إنما أنت ليه يا رافض ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قارين فاتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفاتحة ولا بعد الفاتحة؟ جوازها أصلها متعسرة شوية. الله، أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد أسبوع من الشهر وبقية الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. يعني أبوه وأمه موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك؟ أكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ والدولة هي اللي مش عايزة؟ أيوة يا باشا. مين بالظبط في الدولة اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزنا اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعلية وليفني وكندريزا رايس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده، ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قول اللي جواك. يعني وقال سيادتك مالك يا ابني فيه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مال. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1,270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك. زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصرة، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت. مقفلة في وشي زي الدومنة، والحكومة نازلة في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقة دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكلة تهاني، انا عندي مشكلة 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكوا. الله يخرب بيت الديمقراطية اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسد زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟
مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيته وتزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس. انت اختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندر وير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. طيب العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تقول ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في ديواننا؟ لا يا سيدي ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتكروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان، انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم. وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه ونيره ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه، لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا خلاص اتفلقوا كاكونيلا، خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى لبابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي، ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير، ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه، ناس كتير هتدور وراك، فملوش لازمه وجع الدماغ ده. يعني تاخد سعادتك ليسانس بولندي، ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زيي، كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسالوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعتهم. انا سعيد جدا بهذه الزياره. امرني سيادتك، في حاجه بالنسبه للاولاد؟ هم اشتكوا من اي حاجه؟ لا لا لا، المشكله مش مشكله الاولاد، المشكله مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكله، ده شيك مني كده بالمبلغ على ما اقصم لتجديد مباني الجامعه. ده شيء كتير، ده كلام زياده والله. اخباري معامل ايه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيك مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا برجنبي؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيره التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ازرع حوالين حرم الجامعه اشجار وجناين عشان الاولاد يستكشفوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. انا لساني يعجز عن الكلام. انا اشكرك جدا يا مرجبي. انا نفسي اعمل لسيادتك اي حاجه تؤمر بيها يا مرجبي. انا عايز ادخل الجامعه عندكم هنا واكمل تعليمي. انا نفسي اخد الشهاده من هنا من عندكم الجامعه. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعه ان تكون تلميذه ملتحقه بها. هو بس في مشكله صغيره، الثانويه العامه بتاعتي قديمه شويه، هي من 42 سنه. 42 سنه؟ يستثنى هذا الشرط؟ انت بتتكلم في ايه يا مرجبي؟ هي في الحقيقه مش ثانويه عامه، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سياده الوزير يا فندم، تكلم سيادة الوزير. اتسفلت ريفير بطل، دي مسألة بسيطة جدا.
طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامه الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي اسمها في الكتاب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده. يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف قول لي يا ميهي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. ميرسي يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه، ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا اصل اول يوم بقى ومنتعرف على الزملاء يعني. المحاضره مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقه الاسئله. امتحان ايه واحنا لسه اصطبحنا ومتضر للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني مؤاخذه انا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. احنا مع بعض مهاميهم. ها نشغل بعض شوية وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدايا مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبصوا في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسموح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زهر النبي، هيثم دبور، منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهارده في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا قبله يعني عشان ما تقولش. وانا مش قبله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همد لك الامتحان ربع ساعه. ايه بقى تبدل الامتحان ربع ساعه؟ لا ده كوسه بقى بصراحه. اسمعي، لا بقى ده كوسه بقى. كوسه انا مش كوسه. هنعمل بقى شويه. ايه ده؟ انت يا مرجان ده ربع ساعه. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ صدرات بابا، انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده. برافو. عدي ما تكلمش حد. Thank you.
بابا. انا ابوك وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت ابله حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش ابله والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمه والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هما مين دول ما انت مين؟ تامر وعليها. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. يا ده عمال تقدم مع البنت من الصبح ومحدش مالعين. يا بابا حرام عليك ما ينفعش كده. كنت انت خالص مفيش دعوه خالص. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقدم في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل توسه ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقدم مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واحد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما احنا كل عم بيساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مورجان اضرب بيد من حديد. ما فاضرب بيد من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره اطلع بره اطلع بره بقى. قادر بيكول بيكول. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمة وحسين. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي. هو مدلوع عليه ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرعة اخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم ان انا حبيتك. انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خابور. تديني خابور يا دبور. كتكوني لك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان دي تبع عدي. عدي يا ابني. ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ اه ازيك. جاهز لخبورة دبور. دن بابا. بابا ايه ده انت اللي بابا؟ حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا داري بحاجه. بابا ده خليني اشرح لك. بس مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق لي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقلي قلبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكي؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. لا امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مورجان احمد مورجان في السيتس. يا استاذ مورجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزاني اشوفه بيقنت مع بنت واسكت؟ يا ممكن حضرتك جرحت مشاعري
والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضيه تعويض بسبب الاضرار النفسيه اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله، مش فاهم. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انتم مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمة أنا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا أنكل في النهاية ده قرارها هي. التربية والأخلاق أهم مليون مرة من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هم ما أجرموش يعني. لا يعيب الطالب أو الطالبة إنهم في قليل من الأحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقوقوا علي أنا غلطان. دماغك يا ابن أبوس. ده مش جامعة، ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخمور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينام، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينام؟ الاخت باكينام بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارض عليكي، اللهم ارض عليكي يا اختي باكينام. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا الانشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي؟ البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتى من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتور؟ ايه ده؟ انت ازاي تقطعها من البيت بالشكل ده؟ اقطعها انت، لا تكسر البيت ده فوق دماغي. يلا انت واقع على البيت، على اخر الزمن مش هعرف اربيك. يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم، هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سبت شغلي وكله وعدتكم في الجامعه، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا انت واقع على البيت. يلا. خلاص اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات. واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوبي يا انكل. بابا
عارف لو شفتك بتكلم عليها تاني هقطعك. الو يا مورجان، ما تيجي تفان وتيجي وتليط دي في ماسورة نسوان ضربت في المكان. طب انا شويه كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شويه. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح. انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تديهاني، تقعد تديها لحسن العطار تستخسرها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقه جانيت يا جورج، وهو مش هيقعد فيها على طول، دي كلها كام شهر وربنا يفرج عليه ويمشي. عرفني هاني مريم. سعيدة يا مريم. ازيك يا هاني؟ وازاي انكل جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز. في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟ اصل انا شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك. يعني لا يا هاني، اصل انا ده هديه مني، مش هاخد منك ثمنه. اصل انا ما اتعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني. انا اسفه يا هاني. مساء الخير. مساء وصلنا. سكرت. ايوه الشيخ حسن العطار. ايه حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسه. سيب امك تعرف تقرا في المصحف. يلا ادخلوا جوه. ادخل. مساء الخير يا استاذ مرقص. مساء الخير. انا ابونا بطرس حنا كاهن كنيسه نرجركس والاباء الكهنه من الكنيسه. اهلا وسهلا. احنا جايين نقعد مع حضرتك شويه. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقه، نورتوا الشقه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه الاستاذ ويليام قال ان حضرتك كنت في امريكا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك، وبمشيئه رب المجد تطلع معانا رحله الكنيسه عاملاها. هنزور دير العذراء البرموس، ناخد بركه الانبا موسى الاسود، ونعدي على العذراء السريان وملك جرجس الخطبه، ويريد كمان تصلي معانا البصخه. اصلا انا لسه راجع في السفر يا ابونا، يعني قصدي ما لحقتش ارتب اموري لسه. انت اخر مره تناولت فيها امتى؟ انا الحقيقه ما تناولتش. ازاي ما بتتناولش؟ تناولت ايه بالظبط يعني؟ انا على لحم بطني من الصبح. طيب اخر مره اعترفت فيها كان امتى؟ اعترف ايه؟ انا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا استاذ مرقص انك كنت عايش في امريكا حياه دنيويه، ما كنتش بهتم بدينك ولا بربك. ايوه ايوه ايوه. اصل المشاغل بره بتلهي الواحد. عشان كده احنا جايين نعمل لك صلاه تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك واولادك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا استاذ حسن، احنا جينا لك من غير لائحم ولا دستور. لائحم ودستور ليه؟ اتفضلوا. تفضل تفضل. احنا ولاد حي واحد والجيران، والنبي عليه الصلاه والسلام وصى على سبع جار. وتشاكر خالص، خصوصا في الظرف اللي انت فيه ده. ظرف ايه يعني؟
انت راجل مسلم ساكن في عمارة كلها مسيحيين، مش عايزينك تشعر انك لوحدك، احنا كلنا معاك اهلك وناسك. بس انا ما اشتكتش من حاجة، ويليام شحادة ده راجل طيب ومعرفة قديمة. ما قلناش حاجة، بس عشان تحل بركة المسلمين عندك هنا في البيت لازم نقرأ لك بعض الأوراد والأدعية اللي تحميك من شر الدنيا والآخرة ومن شر أعداء الإسلام. أستأذن أنا دلوقتي عشان سايب المحل لوحده، والبركة في المشايخ. السلام عليكم. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين. آمين. لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إننا نسألك خير المسألة وخير الدعاء يا الله. يا الله. خير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثق الموازيننا يا الله. يا الله. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن. ازيك يا حاج؟ أهلا أهلا أستاذ موريوس. اتفضل اتفضل. أنا كنت عايز الشيخ حسن في كلمتين لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا شيخ حسن. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ مورس. اهلا وسهلا. تفضل 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 استاذ مورس. تفضل خطوة عزيزة. يا شيخ حسن، انا من اول مرة شفتك فيها وانا عارف انت مين وجاي هنا ليه. ما تخافش، سرك كبير. انا عملت كده مضطر يا مورس اخويا. أنا حاسس باللي أنت فيه. الدنيا مقلوبة عليك، والأمن هو اللي خليك تسيب لهم البلد. صح ولا مش صح؟ صح يا مرقص. صح. أنت مسيحي طيب يا مرقص.
شاي يا ام عماد. الله، هو انت مش صايم يا شيخ حسن؟ النهارده نص شعبان. نص شعبان. طبعا صايم، امال ايه؟ الشاي ده عشانك يا مرسى. كوبايتين؟ ما احنا عندنا كده، الضيف اللي يجي بنجيب له كوبايتين، واحده زياده وواحده ساده. اتفضل اشرب. لا لا، اصل لا. الشاي بيرفع لي الضغط، معلش. بلاش الشاي، عصير يا ام عماد. لا لا لا، العصير بيرفع لي السكر. شويه ميه يا ام عماد. لا لا، اصل معدتي وجعاني، خليها لبعد المغرب، حب اجي افطر معاه. السلام عليكم. مع السلامه. مسيحي طيب مرقص. شوف لك حل في ابنك ده. جرجس ماله؟ كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع. امسك، كلم اللي هو مختار يتصرف، ينقله جامعة القاهرة بدل ما سنة تضيع عليه. بلا تي ان تي، شديدة الانفجار. يا مختار ماشي، يا مختار ماشي، يا مختار ماشي، يا مختار ماشي. في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشي. في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مساله خطيره جدا. خطيره ايه بس بدوعته؟ اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن ماشي. قول له عايزين ننقل الواد جرجس، الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعه القاهره. ادوه لي بس اكلمه عمل معروف. ايوه حق. مصر يكلمك يا ماشي. ايوه قول له الواد هيروح الجامعه ازاي، احنا خلاص جينا مصر، سيبنا المانيا. ايوه لازم يشوف لنا حل. حاضر، خليه يوم الحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلها تفرق. لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان وصيف، وعماد دخل الامتحان ونجح، يبقى ما عملناش حاجه. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم من ايه يا سيدي؟ خليه يحضر المحاضرات باي صفه، وانا حرمتك كل حاجه. معلش انا بتقل عليك، ولعلمك انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخوي تفهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى السعاده تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان ترسيني اعمل ايه بالظبط. ادوله اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه حاضر، والله العظيم ما تقلقي، اطمني خالص. اهو الشمنول صحى يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص يا اخو مورس افهمني، بقول لك خلاص، والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. جرجس. مين معاه؟ مين ده؟ اطمن يا حبيبي. يا عم اطمن بقى، كل حاجه زي الفل. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار، يا مختار باشا. مبروك يا باشا، الحمد لله القنبله فجرت بنجاح وكليتنا زي الفل، مفيش بس غير الخبير اللي مش لاقي دماغه. مريم، انت مريم بنت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي. تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لا بابات اليومين دول بتبلش وهم فوله.
امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك احمد. هاي نانسي، عامل ايه؟ اعرفك هنات حسن العطار، زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسه يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما قدرتش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطه اللي احنا فيها دي. انا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل اي حاجه، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم. مين له نفسي يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاتة، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الدهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل. صدقني يا مرقص السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن، اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين ذهب كنت عايز اتصرف فيهم. اه بس خلص يا استاذ مرقص. لا والله ابدا، خلص يا شيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجه. ما صحش يا مرقص. امال طب وريني عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب صليب كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ بتحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه. ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمده. يا عم خليك معايا، ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت على رزقك وافطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوم وتصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الا انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر انا صايم يا مرقص، ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره، المغرب لسه مدن. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل اتفضل.
شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلوله، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجوهرجي كلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويليام. جورج مين؟ انا وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحه والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس. حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ اه. مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني اه. انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتك في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. هلا نورنا يا محسن بيه. اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رافت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. كان بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رافت موصينا على حضرتك بالذات. انت عرفت رافت ازاي؟ في الكلية. أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجارة وأنا دخلت أداب، وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال، وهو دلوقتي إيه ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القادة المتوترين. آه. أنتم مقضينها بقى شهادات ومفيش جواز. هنعمل إيه بقى يا باشا؟ ما إحنا عايزين نكون نفسنا. ما أنتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ اه، وانا معاد هنا بالاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال. والله يا ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ تهت ازاي؟ ايه يا راجل؟ اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده، اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متاخره ولازم تطلبي النهارده شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسة الجدوى بتقول إن القناة الفضائية هتخسرنا كتير. مش أنت قلت لي إن أي مؤسسة اقتصادية يلزمها مؤسسة إعلامية عشان تسندها؟ كوباية مية لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد إذن حضرتك عايز أقول حاجة مهمة جدا. المؤسسة الاقتصادية نفسها منهارة.
فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بلد كده. وبعين يعني كما تعلمنا من حضرتك ان دراسات الجدوى مع احترامي لها دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من مطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالات لا. يلا رافض مالك. انا اسف جدا يا فندم، سيادتك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك شوف ايه حسب تعليمات سيادتك. أيه. انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا ده يبقى شكاك كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، في مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالموزز برضو لو فيه بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية ده انت الاحمرية، انت مالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من مدينة الانتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو ملكي، ثانك يو فيري ماتش ملكي. برا 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 امشي من هنا برا. بيتك بيتك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العبادلة دي؟ ايه لعبة؟ لا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. ايه الهدوم دي؟ قلع ده كمان؟ اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان يا نهار اسود ومنيل. لابس البوكسر بتاع المرحوم؟ الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقولي ليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص. انا هجري بقى. مش هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسة، قذرة، سافلة، منحطة. طب استنى بس يا لطفي نديها فرصة تانية. فرصة؟ فرصة ايه يا هالة؟ يا ست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محسن بيه استاذ دبيب المحامي بتاع مهجة هاني. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وناخد عنبايه صفر، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر.
اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه واحده حمراء وواحده صفراء، ها؟ وانا اخد ايه واحده صفراء وواحده حمراء. كوكتيل وايه هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي. ها مش عايز قلب دماغ وحياتك. هتباتوا هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، انا خد دي اديها هديه لمواجهه هاني. اتفضل. السلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. اه. بعدي. اه. خليها بقى. صدر قرار من النيابه بتسليم القصر للبنك بكافه محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها عشان ما نضيعش وقت. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزة عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. بتعرف يا باشمهندس هتحقق القعدة جنبك دي جوزها مفتري دي؟ لا دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها، اللي جنبها اه كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت. تقوم سايباله البيت وغضبانة، ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامة يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجة. ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. اه لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. اه فهمته ثانية. لا فلته ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. اقسم هنا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقه؟ لا انا معايا فيزا.
يعني ما معكش بطاقه كمان. ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله يخليك. انا اسف يا باشا. لا لا لا، انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا، مع الف سلامه. رأفت تهاني، عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجه، لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان، قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنيه ناس دلوقتي ومش عايزه حد يشوف وشك عندي، كفايه اللي حصل لي المره اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. امشي واسيب الناس اللي جايه بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رأفت تهاني يلا طلعوا بره. محسن بيه ده ايه المفاجأة الحلوة دي يا فندم؟ ازيك يا تهاني؟ ازاي؟ لا 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 معقولة، ده رب عيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي أمك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة أخرى، وعملت إيه؟ أبدا، جت استلفت من أمي. يلا بره بره. طب ثانية واحدة، بره ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة، شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة؟ ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ ايه؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة مهجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جايلي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجة واحدة يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجة دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟